أجواء كبيرة مشاهدي الأفاضل، مرحبا أهلا وسهلا إلى هذا الديربي، لقاء العودة كأس الملك، برشلونة الإسبانيول دو برشلون، هدف مقابل صفر. لقاء الذهاب كان أوقف الإسبانيول السلسلة الطويلة جدا لبرشلونة من دون خسارة بعد 29 مباراة، توقف في مباراة الذهاب لكأس الملك وخسر بهدف مقابل صفر، مما يجعل هذه المباراة الثانية مباراة مهمة وصعبة جدا، مهمة جدا بالنسبة للعيان وللمشاهدين، وصعبة سواء بالنسبة للبارسا أو بالنسبة للإسبان. بانيو ضرب حتى خارج إسبانيا، الكرة لليو ميسي ممتازة، كرة من أروع ما يكون من ليو ميسي في القائمة الثانية في اتجاه جوردي ألبا ومارك نافارو، واحد من ابناء نادي الاسبانيول وفريق برشلونه. راكيتيتش نفذ الركنيه والدفاع يخرجها المباراه، يفتح اللعب يدفع ثمن غالي، لذلك ميسي مازال يلعب على الجهه اليمنى، كره خطيره لالكس فيدول، با 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 جول في منتهى الروعه، هذا الجول الكس فيدول للويس سواريز، وكان اللقطه معاده وكان شفناها في يوم ما، كره مثل هذه بين ليو ميسي والكس فيدال ولويس سواريز في المكان المناسب وفي الوقت المناسب، يا لو من كره مثل هذه لصالح عناصر الاسبانيول. بينيو اولولا، مورينو في التسديد يغير تماما على الجهه اليسرى، كره ممتازه، تنفيذ هذه المخالفه مرفوعه بشكل رائع، بيكي ليو ميسي، كرة رائعة من ليو ميسي في اتجاه الأماكن، الكرة الداخلة بالرجل اليسرى، بين سانشيز مازال، فيكتور أورديو، كرة صعبة، أليكس فيدول وليو اختطفها، ليو بالتسديد جاء من بعيد، انفرد بهذه الكرة ثم اختفها ورجع مرة ثانية، استلمها وسددها، جول ضربت في أحد المدافعين وباختت الحارس بول لوبيز، جول ثاني لبرشلونة، يغطي كورته ثلاث لاعبين أمامه، مازال ليو ميسي مازال التوزيع، والدفاع يتدخل ويخرجها للركنية، يقول حكم المباراة. كرة بعيدة لسواريز، يحطها لسيرجيو سواريز، سواريز لعبة ثنائية، رأي الكرة خطيرة، فيرلكش بيدال التغطية الدفاعية كانت رائعة هنا من قبل سي ميسي، الكرة خطيرة، لويس سواريز مرة ثانية طالب بضربة جزاء، رجعت راكيتيتش، راكيتيتش ولكنها بعيدة، هذا يا سواريز احتجاج اخر يكلف انيستا، انيستا مع سواريز، انيستا يوصل على جوردي البا، با 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 جوردي البا وليو ميسي، كاد ياتي الجول عند الدقيقة 34 من عمر هذا الشهري، ومازال وسيليسن يلتقط هذه الكرة ويرسلها بعيدة تماما للويس سواريز، غطى كورتو وتوزيعة رائعة، والكس فيدال يقول حكم المباراة. إنيستا طلبها سيرجي روبرتو ولكنها بعيدة. بوسكيتي يفضل يبقى هنا ليو. بوسكيتس يفنن في الكرة هذه، حط ليو ميسي كرة من ذهب بيمنى ليو ميسي، كانت زاوية مغلقة وكاد يأتي الجول الثالث. ميسي خلى الى منه جرانيرو، مازال كره في العمق، راي تسلل يشير لها الحكم المساعد برايته هنا من قبل جيرارد مورينو، التمريره كانت رائعه من قبل استيبان جرانيرو في اتجاه مورينو ولكن التغطيه ايضا كانت رائعه، نعم وراي تسلل واضحه لمورينو، هو الهدف رقم 4000 للبارسا في الكامب نو، يستعيد يرفع كره القائمه الاول، الكرة في اتجاه القائمة الثانية عند بوسكيتس، على الجهة اليسرى كرة خطيرة عن طريق باتيستو، في محاولة للتوغل من البرازيلي باتيستاو الذي دخل في مكان سيرجي دارد، ميسي التسديدة من بعيد
لم تكن لديه خيارات كثيرة في الكرة الماضية ليو ميسي. افتح لي نفسه الطريق وسددها على طول مباشرة. انطلق ليو ميسي كرة خطيرة للبارسا. يا سيرجيو روبرتو راح ميسي يلعبها في رام كونالي سواريز. وضع التسلل من لويس سواريز. فاتي الكرة من عند ليو ميسي. سواريز والمراوغة رائعة لسواريز. والتغطية الدفاعية أيضا رائعة. راحت مباشرة. هي كرة خطيرة لإسبانيول. هاي الكرات التي لا يمكن للبارسا أن يكون في منأى عنها. قد تصنع الفارق كرات مثل هذه. ليو يرفع كرة لكنها بعيدة. بعيدة. ليو كوتينيو. لعبة من أروع ما يكون بين ليو وكوتينيو في اتجاه سواريز ثم خرج في القائمة الثانية راكيتيتش. بوسكيتس ميسي استلم الكرة. جوردي ألبا راح ميسي. بابا رائعة. افتح رجله كما ينبغي ليو ميسي سددها على يمين لصالح الإسبانيول. ما زالت الخطورة من هنالك عن طريق سانشيز.